نذره الملك عبد الله الثاني لخدمة الأردن، أرض المجد والكرامة، فكان نعم الفارس الهاشمي المخلص للعهد وعند الوعد، حاملاً أمانة المسؤولية بكل اقتدار. أمير يحمل إرث أجداده الهاشميين، يسير بروح العصر نحو المستقبل بخطى ثابتة وعزيمة لا تعرف المستحيل، مؤمن بشباب وطنه، يعمل معهم ومن أجلهم لتمكينهم وتسليحهم بأفضل الأدوات، مشرعاً لهم أبواب الغد. وفي مدرسة التضحية والفداء ترى فيه الجندي المخلص والصادق المنتمي لأرضه ولشعار جيشه العربي. وفي لقاءاته وزياراته تنظر لشاب مثقف يعرف أدق التفاصيل ويؤمن أن المحبة مفتاح لقلوب الناس. وحينما يمثل الأردن في المشاركات والمؤتمرات الدولية تصغي لحكمة مقرونة بوقار قل نظيره في هذا الزمان، يصطح بالحق ويعرف جيداً كيف يخاطب ضمائر العالم. واليوم هو العون والسند لأبيه، يرى الأردنيون فيه المستقبل المشرق لوطنهم، معاهدين الله أن يبقوا الأوفياء دوماً لبلدهم ولعرشهم الهاشمي.